بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبي وقائدي وقدوتي وقرة عيني الرسول الأمين سيد المصلحين وقائد المجاهدين. رمضان بالحسنات كفك تزخر، والكون في لألاء حسنك مبحر. يا موكبا أعلامه قدسية، تتزين الدنيا له وتعطر. رمضان بالقرآن ليلك عاطر، ويطيب يومك بالدعاء ويزهر. رمضان رمضان عدت ولم تزل، خطواتنا في كل منعطف بنا تتعثر. مشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعتكم وعبادتكم. أستاذ أحمد، أليس من الظلم للنفس وللجسم ولرمضان لهذا الشهر الفضيل أن يصوم المرء ساعات وساعات ثم يفطر على مادة سامة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الصيام مدرسة تطهر النفس وتطهر الجسم وتطهر العقل، وتترك للروح فسحة لنمس شيئا من طهرها. بالمناسبة، الروح لا يصلها الدرن أستاذ، الروح لا تخبو، الروح لا تمرض، هي متألقة دائما، لأن فيها نفخة الله سبحانه وتعالى. إنما إذا أخطأ الإنسان لكأنها تنزوي وتقرأ ما قدر الله حق قدره. فإذا كان الصيام طهرة للصائم، إذا كان مدرسة يتربى فيها عقله وقلبه ونفسه، فلا أعلم كيف تطاوعه نفسه بعد صيام ساعات ذوات عدد أن يفطر على شيء يكرهه الله ورسوله، بل لا يحبه الله ولا رسوله، على شيء بل محرم. بل قال كثير من الفقهاء المعاصرين، ولربما كلهم، قالوا بحرمة التدخين. لماذا؟ لأن العلوم اليوم أثبتت ضرره وأثره على عدد من أجهزة الإنسان. والله تعالى سائل يوم القيامة الإنسان عن جسده فيما أبلاه، سيسأله فيما أبليته، لماذا تركت كثيرا من الطيبات ولحقت هذا الأمر، لحقت هذا الدخان الذي يضر بجسدك ويضر بصيامك. والمشكلة اليوم الأستاذ هشام، الأمر يصنع صناعة ويمرر تمريرا. هناك من يريد لجيلنا أن يبقى مدخنا، أن يبقى متعثرا بهذه الآفة، أن يتعامل معها على أساس من الاستسلام، على أساس من التعود الغير قابل للتغيير. أي عادة يمكن أن تغيرها؟ لا يوجد شيء يسوقك كابن آدم. بيدك الخيار الكامل، فمن شاء منكم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا يوجد شيء يسلبك الإرادة إلا إذا قررت أنت أن تسلب لنفسك إرادتها، ثم أطلقت الرصاص على قدميك، ستبقى جالسا وستبقى تراوح في المكان وتقول لا أستطيع أن أغير هذه العادة. ربما هو الإدمان أستاذ. أستاذ، لا يوجد شيء اسمه إدمان بدرجات من درجات التدخين. الإدمان يكون في حالات أخرى وفي مواد أخرى وفي جرعات أخرى، أما التدخين فهو إدمان عادة، عادة يدمن الإنسان عليها. وتعلم أن التخلص من العادة أسهل بكثير من التخلص من مادة تجعل الإنسان لا يتحكم بسلوكه، كالمادة الموجودة في المخدرات ونحوها. حتى التدخين فيه مادة النيكوتين، يعني يدمن عليها الجسم. نعم، لا تصل إلى درجة من الإدمان الذي لا يقبل التحكم، إنما الحقيقة هو إدمان معرفي أستاذ، هو إدمان له علاقة بالقناعات أكثر من إدمان جسدي. يعني التدخين لا يطلبه الجسد بطريقة يخرجك عن السيطرة بقدر ما يلح عليه يعني العقل. ويعتبر التدخين هو السبب الأول يعني؟ طبعا كما تقول الأرقام العالمية بأن التدخين هو السبب الأول للوفاة في القرن المنصرم، من الأسباب التي يمكن للإنسان أن يتفاداها. هناك أسباب لا يمكن للإنسان أن يتفاداها كالشيخوخة مثلا، تؤدي نعم إلى الوفاة، لكن التدخين هو واحد، أو هو السبب رقم واحد الذي يؤدي للوفاة في القرن المنصرم. يعني لو أن الناس طاوعوا أنفسهم وتركوا التدخين، لا ترك أو
سلم كثير منهم من الوفاة. لماذا؟ تخيل أستاذ أن ربع المصابين بمرض السرطان أو عفوا ربع المصابين بمرض القلب من المدخنين، وثلث المصابين بالسرطان من المدخنين، وثلثي المصابين بأمراض الرئة من المدخنين، حتى إن بعضهم اضطر إلى إزالة حنجرته. المشكلة أن التدخين ضرره يحتاج إلى مدة حتى يظهر، كما يحتاج الجسم أن يعالجه بمدة حتى يتخلص من الأمور الشائبة الموجودة فيه. المشكلة أن الإنسان عندما يدخن لا يلمس ضرره فورا، لا يلمس ضرر التدخين فورا، لكن الأرقام اليوم والدراسات الطبية اليوم والأبحاث اليوم تثبت هذا الضرر، فلا داعي للمواربة. قل أنا أخطأت وأسأل الله أن يعفيني من هذا المرض أو يعافيني من هذا المرض، هذا أفضل من أن تقول أنا مدخن ولن أغير هذه العادة. فأنت كما تحدث نفسك سيتجاوب معك جسمك بلا شك. أستاذ أحمد، التدخين انتشر في دول العالم الثالث، نعم، ويقل في الدول المتقدمة، لماذا يا ترى؟ هذا لعدة أسباب، منها لأن ترويجه في عالم الدول في دول العالم الثالث هذا ترويج مدروس. هناك قدوات تصنع لهذه البقعة من العالم هي قدوات مدخنة. لماذا؟ لأننا أغمضنا أو غضضنا الطرف عن قدواتنا الباهرات، ولحق جيلنا عددا من القدوات التي كانت تروج لنا التدخين والمخدرات والعلاقات غير الشرعية وكشف العورات وسرقة الأموال وتبييضها وما إلى ذلك. روجوا لنا قدوات تحمل البلايا التي أدخلت هذه القدوات، أدخلت هذه البلايا إلى مجتمعاتنا. ثم انظر إلى ثمن علبة السجائر في بلاد في دول العالم الثالث، وانظر إلى ثمنها في دول العالم المتقدم، ستجد هناك فرقا كبيرا، لأنها في دول العالم الثالث هي أرخص بكثير، هي بمتناول الجميع. الطفل يستطيع بالقطعة التي يشتري فيها حلوى يشتري بها لفافة تبغ للأسف الشديد. هذا الأمر جعل انتشاره على مستوى الرجال وعلى مستوى النساء بالمناسبة وعلى مستوى الأطفال، والأمر فيه تمدد. شكرا لك أستاذ أحمد. مشاهدين الأكارم، تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد، ما صاح قمري وأورق عود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.